السلام عليكم. الكثير منا يتحدث حول المستقبل وحول أهمية هذا المستقبل وطبيعة الأفكار والتنبؤات اللي إحنا دائما متردد إخواني الله فاضل. وهناك الكثير للأسف يتنبأ بالأفكار السلبية والتنبؤات التي قد تودي به إلى الكآبة والحزن، ويترك الفرح والسعادة للأسف وراءه. عشان هيك إخواني الأفاضل لازم إحنا دائما نتوقع الأحداث التي تجلب لنا السعادة، الفرح، السرور. وللأسف يذكر ديل كارنيجي في كتابه كيف توقف القلق والأحاسيس السلبية انه 93% من الاحداث اللي احنا بنتوقعها واللي تجلب لنا الاحساسات السلبيه او المشاعر الدونيه والقلق للاسف لن تحدث. وهذه مصيبه وطامه كبرى، انه كثير من الدراسات والابحاث اثبتت انه الانسان دائما اخواننا في 90% من التوقعات اللي هو بتوقعها ما بتحدث. عشان دائما نتوقع الايجابي والمفرح واللي فيه السرور عشان تكون حياتك ان شاء الله كلها فرح وسرور. والله يوفقكم جميعا، بشوفكم في فيديو جديد.